أيام معدودات، أيام معدودات. الآن هذا نتكلم الآن، مضى منه الثلث، راه مشى رمضان، تبغى تسحب باقي؟ لا راه مشى، مشى، بقى فيه والو غير جمع راسك. كنت مفرطا، اتق الله تعالى واقبل على الله عز وجل فيما بقي، على الله أن يتجاوز عن التقصير الذي فات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم سائر ليالي رمضان كلها، لا يفلت منها ليلة، يقوم 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. سنيطيل، وهذا فيه للتوجيه الأئمة أن يتقوا الله. يا معشر الأئمة اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، فليس لهم في العام إلا هذا الشهر. كم الأئمة لك يقرب آية يا أخي، آية في ركعة، آية في ركعة، ألا تتق الله؟ ألا تتق الله؟ ما نقولش لك أنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول لك أنا الصحابة، نقول لك غير سلفنا من أهل المغرب قبل سنوات قليلة كانوا يختمون القرآن كله فش في التراويح. سلفنا كانوا يقرؤون القرآن ثم في الركعة، حنا بقينا غاديين قريب نوليو نقراو جزء آية، واللي يقول لك ألف لام ميم الله أكبر، ذلك الكتاب الله أكبر، لا ريب فيه الله أكبر، قربنا ما بقى والو. ملي تنقراو آية في الركعة شحال بقى؟ ما بقى والو، نقراو جزء آية ولا بحرف، ولا يولي يقتصر على الفاتحة كاع، يقول لك راه الناس عيانين، بقاو كتابين حنا هذا الرخص هذه، ما فين ما فين بتوصلنا؟ شهر في العام، شهر في العام، وتبخل هذا البخل. لا راه الناس ما بناش، الناس راه تيبغيو التخفيف، هذا راه الموات ماشي التخفيف. التخفيف راه عندهم يقدروا، راه لقرتي نصف ثمن راك خففتي وزياده، خففت واكرمت في التخفيف.